السلام على الشهداء، السلام على الرموز المغيبين خلف السجون، السلام على كل المعتقلين والمعتقلات. نحن اليوم جميعا جئنا ومن مناطق متعددة من البحرين لنتضامن مع الأستاذ قاسم قداح، هذا الرجل الشريف، هذا الرجل الذي قدم الكثير ولا زال في عطائه مستمرا. هذا الرجل من لا يعرفه عن قرب فهو قمة من الصبر والثبات. هذا الرجل لا يهزه اعتقاد ولا يهزه تهديد، نعم وجدناه صابرا وصامدا والحمد لله رب العالمين. هذه العائلة، عائلة الشهيد علي بداح، قدمت الكثير وقدمت قربانا لله سبحانه وتعالى، وهو شهيدنا الغالي علي بداح. والكل يعلم كيفية استشهاد شهيدنا الصغير وكيف تعامل معه هذا النظام. هذا النظام عندما يتعامل مع الأستاذ قاسم فتاح بهذه الطريقة، وهي ما نعتبرها نحن بأنها اختطاف، وهذا ما يؤكد عليه كل الحقوقيين. فمعروف كيف تم اعتقاله، والغريب في الأمر بأنهم عندما يختطفون أحدا أو عندما يعتقلون أحدا لا أحد يعلم عن مصيره إلا بعد مضي فترة، وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا. وربما هم يعتقدون بأنهم بهذه الطريقة سيضعون حدا أو خطا أحمر لأن نكون بعيدين أو نبتعد أو ننحسر أو نتراجع. أبدا لن نتراجع، لأننا نعلم جميعا بأننا على حق، وصاحب الحق لا يتراجع، وإن تراجع فهذه انتكاسة. نعم هذه الانتكاسة ستسبب لنا الكثير من المتاعب. من هو على الحق لا يتراجع، وإن تراجع ضاع حقه ولن تكون له مطالبة أخرى. فأنتم أصحاب حق ونحن خرجنا بكل سلمية. والأخ قاسم بداح كان نضاله واستمراره كان سلميا، ولم نرى منه أي تطرف حسب ما يدعون، ولم نرى منه أي تجاوز، ولكن كان خارجا بكل سلميته كما أنتم. وهذا ما يؤكد عليه كل الإعلام، وما يؤكد عليه كل المنظمات الدولية الحقوقية. نعم شعب البحرين خرج مطالبا في حقوقه بكل سلمية، وعندما نقول بكل سلمية لا نبالي بما يلفقه لنا هذا النظام. هناك تلفيقات وهناك إعلام مسخر ضد ثورتنا وضد من يعتقلونه ويلصقون فيه التهم، ولكن الكل يعلم بأننا براء من هذه التهم جميعا. أخواني من خلال هذه الوقفة لنؤكد جميعا تمسكنا بالثوابت. هناك ثوابت حقيقية يجب أن لا نتخلى عنها، ولكن نرى في هذه الأيام بأن هناك تمزق، وهذا التمزق خطير جدا في صفوفنا. نعم لا يدخل بيننا الشيطان ليمزق من صفوفنا، لا تدخل بيننا هذه الأقاويل من هنا وهناك لتمزق وحدتنا. يجب أن نتحد، يجب أن لا نلتفت إلى كل هذه الأمور، يجب أن لا نبتعد عن هذه الثوابت. وأنا متأكد بأنكم جميعا على خط واحد، ولكن هناك من يحاول زعزعة هذا الصف، وهناك من يحاول زرع الفتن لنكون متفرقين، وهناك من يحاول أن يضرب هذه الوحدة في العمق وأن يجد من هم الأقرب ومن هم الملتصقين أكثر ليضرب هذه الوحدة. أخواني اتحدوا جميعا، فوالله في وحدتنا هو قمة انتصارنا. لا تتوقعوا النصر، ربما يطول ربما نكون بعيدين عنه بعض الوقت، ولكن وحدتنا هي انتصار، هي حقيقة الانتصار. فلا نتفرق ولا يدخل بيننا الشيطان، وحاولوا أن تعرف
أماكن أو تغلل هذه الشياطين التي تدخل بيننا. لنتحد جميعا ولنقف وقفة رجل واحد، وأن لا يهزنا أي أمر أو تداعي من قبل النظام أو غيره ممن يتربصون بنا الدوائر. نعم، لنبقى متوحدين ولنلتزم بالخط الواحد والثابت، وهو الهدف الذي ننشده جميعا. هذا الهدف هو انتصارنا وتغلبنا والحصول على كل الحقوق. أرجوكم جميعا أن تتفقوا وأن تكونوا يدا واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الأستاذ قاسم بداح وعن كل المعتقلين، وأن تكون وحدتنا هي الهدف الأكبر وهو النصر الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.